أهلا وسهلا بكم في شرح جديد على قناتكم تكنو أندرويد. بهذه الحلقة راح نتعرف على موضوع جديد ومهم لكثير من المستخدمين، يعني راح نتحدث عن مشكلة كتار منا بيعانوا منها وبتخلينا أحيانا نفرمج جهاز الأندرويد حتى نخلص منها. مشكلة مزعجة كتير ولكن حلها بسيط جدا جدا، وهي فجأة بنلاحظ صار يظهر إعلانات على صفحة الجوال وين ما كنا، حتى لو كنا على الصفحة الرئيسية ونحن متصلين بالإنترنت بنلاحظ ظهرت إعلان بحجم الشاشة كلها، وكتار بيحاولوا يحذفوا برامج ويحذفوا شغلات وما بيعرفوا من وين فجأة طلعت هاي الشغلة، وأنا عانيت منها كتير كمان هاي الشغلة. وآخر شيء اكتشفت حلها يلي هو بسيط جدا 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 ولا يحتاج لحذف شيء ولا يحتاج لفرمتة الجهاز ولا شيء، خيار بسيط جدا راح تقوموا بالضغط عليه وراح تختفي هاي الرسائل او هذه الاعلانات المزعجة. طبعا اول شيء بدي اخبركم كيف بدأت تظهر هذه الاعلانات فجأة عندكم، اكيد ما راح تعرفوا شو السبب لانه اصلا انتوا فعلتوه بطريقه ضحك عليكم، يعني فعلتوه بدون ما تعرفوا. شلون فعلتوا هاي الاعلانات لتظهر عنكم؟ طبعا راح اقول لكم شو هو سبب ظهور هاي الاعلانات وشلون فعلتوها. وقت اللي بتكونوا فايتين على انه متصفح سواء جوجل كروم او اوبرا او الانترنت الاساسي البرنامج او انه متصفح وانتوا عم تتصفحوا احد المواقع شو ما كانت هاي المواقع، فجأة بتظهر لكم الرسالة سماح او عدم السماح. ما جوز يكون رسالة بالانجليزي بدون يكون حاطين نص، هني بيقدروا يتحكموا بالنص اللي بدهم اياه، كاتبين مثلا هل اعجبك هذا، انت حطيت نعم. هاي الاداة هاي بتكون هي قصدها هل تريد ظهور اعلانات هذا الموقع على قناتك، وهني مغيرين الاسم في طريقة بغيروا السؤال بصيغة انت ما نك فهمها، انت ما نك فهم شيء يا غافل الك الله، تضغط الو او سماح وتطلع وتخلص شغلك من الموقع وتطلع. بتلاحظ بعدين والله عم يطلع لك اعلانات واشعارات وشغلات، يعني كلكم عانيتوا منها اكيد الكل. ها هو سبب ظهور هاي الاعلانات من هذه المواقع، ها هو السبب. هلأ شلون بدنا نوقف هيدي الإعلانات سواء على اللابتوب أو الجوال؟ بالنسبة لللابتوب أو جوال راح تدخلوا على خيارات المتصفح اللي هو جوجل كروم أو أنو برنامج، راح تدخلوا على الإعدادات وعلى الإشعارات، راح تلاقوا منضاف مواقع، إذا كان منضاف مواقع راح تحطوا له حذف. هاي بالنسبة لللابتوب، وحتى بالجوال ما بعرف إذا موجودة هاي الشغلة، ولكن نحن بالنسبة لأجهزة الأندرويد رح نشرح طريقة بسيطة وسهلة كتير رح تعملوها ورح توقف هاي الإشعارات وهاي الإعلانات. كل ما عليكم هو تفتحوا قائمة تضغطوا على الضبط، هاي بالنسبة لأجهزة الأندرويد، رح تتجهوا إلى هاي اللي شايفينها الإشعارات، رح تضغطوا عليها، رح تبحثوا هاي يعني عشان نشرح يكون عنا هاي دي بتمكنكم من إيقاف إشعارات أنو تطبيق داخل الجوال، سواء الصوت تبعه سواء الصورة سواء القائمة العلوية ما بيعود بيظهركم الإعلان. بمجرد ما توقفوا البرنامج اللي بتريدوه رح يختفي الإشعار تبعه. نحن شو رح نوقف بهاي الحالة؟ رح نذهب على المتصفحات كلها ونوقف إشعاراتها. مثلا عندي أنا جوجل كروم بوقفها، مثلا بنزل أنا عندي هذا أوبرا هذا متصفح هذا اللي شايفينه، رح أضغط عليها رح وقفها. مثلا انا ما عندي يمكن بظن غير هودي اثنين، اذا عندكم اكثر انتو بتوقفوا المتصفحات كلها. ممكن نوقف جوجل بلاي، انا ما بحب يجيني منه اشعارات كمان. بمجرد ايقاف المتصفحات راح تلاحظوا انه اختفت هذه الاعلانات وعلى مسؤوليتي، وهذا هو الحل المشكلة كلها. لا راح تفرمتوا الجوال ولا راح تحذفوا برنامج. اذا فادكم هذا الشرح أرجو أن لا تبخلوا علينا بالاشتراك في هذه القناة وذلك دعما لنا، فقط اضغطوا على زر الاشتراك أسفل الفيديو
وضعوا إعجاب وشكرا للمشاهدة.